يسعد اوقاتكم جميعا. اليوم وصلنا للألف مشتري. طولنا لايك طولنا سبسكرايب. يسعد اوقاتكم جميعا. دي 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 صرنا 10,000 وانا مش عارفين. اذا اول مره تشوفنا على يوتيوب بس تحط لايك وسبسكرايب. بس خروا على الجيم. Let's go babe. السلام عليكم. شوفوا معي شو اجا يا اخوانو. بتعرفوا شغلي يعني شوفوا يعني الا بده يبعص الا بده يحط الاتيكيت على اسم اليوتيوب. يعني ما فيش يحطها هون هون يمين شمال. يعني حتى التوصيل يعني شركة يوتيوب يعني طول وعرض قد صورة فايتك مصاري اللي ما بيعرفش اخوين. قبل ما بلش اليوتيوب بياخد نص ارباح صانع المحتوى. يعني بعد كل هلا هالدافع وهالمصاري طلعت لكم اياها بتوصلوا لي اياه بهالطريقة جرباني لك كيف متعوج. يلا ماشي الحال. الله وكيلكم يا اخوان. صلي ناطر يومين لصور الفيديو. وصلنا الدرع من يومين وضليتني ناطر لهلا حتى يطلع الفيديو يعني عفوي 100% حتى ما افتحوش بمطرح وارجع افتحه مره تاني. فيا اخوان للاسف يعني لكم حتى مخزوقه يعني توصيل جربين من سوق الجمعه يا اخوان. خلينا هلا بلا طول تصيري خلينا نفتحه انفقوا بعتقد بينفتح. ايوه بعتقد كلكم يا اخوان يعني زهقتوا من هاي الامور. ما حدا باليوتيوب الا ما جاب درع ال 100,000 يا اخوان. فبسم الله يا كريم يا رب. صلي تقريبا سنتين بتعب على المحتوى حتى اوصل لهيدي المرحله يا اخوان. رساله لليوتيوب هلا انا عندي درع قابل فعيد. هاي يا اخوان بعرف شو في بقلبهم. وعندنا درع ال 100,000 زبزق رايبون. لك افتح شيل لي اياه من الكاس. ايوه طلع لي هون فوكس على الكاميرا. اوه هاي هذا اسمه منظر. هذا اسمه يا اخوان. فاعزائي المشاهدين الله يسعدكم مثل ما اسعدتوني اليوم. ما بتتخيلوا كميه السعاده بس اطلعوا وشوف كميه الناس اللي انضموا لعنا بالقناه وساعدونا لنوصل لل 100,000 سبسكرايب. كانت رحله جدا روعه يا اخوان. وبهالمناسبه العطره حابب شارك معكم بعض الكلمات النابعه من القلب. بدايه وقبل كل شيء بتشكر كل واحد عطاني وقته واختارني انه يحضرني من بين الملايين على اليوتيوب. وبتشكر كل واحد حط لي كومنت والهمني لحسن بالمحتوى اكثر واكثر حتى استمر وحقق حلمي. لولا الله سبحانه وتعالى ولولا محبتكم يا اخوان ما كنا وصلنا لهون. كل مشترك هون كل واحد حط لنا لايك كل واحد شاهد الفيديو ببس الجزء من عائلتنا على اليوتيوب يا اخوان. وتذكروا شغلي جدا مهمه اهم شيء بهيدي القناه لا انا ولا الفيديوهات اللي بنزلها. اهم شيء بالقناه هو وجودكم فيها يا اخوان. يا اله العرش. جدد شكري لكل واحد منكم لانه اللي بخلي هيدي القناه مهمه مش انا بل انتو يا اخوان. اوه شيت ماي جود. ممنون كتير لكل لحظه قضيتوها معنا وبدعي يا الله اني ضل يا اخوان استمر واعمل محتوى حتى خليكم فخورين انكم كنتوا جزء من هيدي القناه يا اخوان. ختاما يا اخوان بتشكر الشات جي بي تي لانه لولاه ما انعمل هيك خطاب متعوب علاي. وبهيدي المناسبة بخاص بالذكر اول واحد انتسب للقناة بدون ما حتى اعلن عن الموضوع ولا احكي عن الموضوع لحاله انتسب تقريبا امبارح او قلت امبارح لا ارايكم اسمه مزبوط اسمه تيام وحماد يمكن هيك اسمه يا اخوان. شكرا يا خيي شكرا لانك دعمتني ولو بشيء بسيط. صوروا يا اخوان انه انضم للقناة بدون ما اعلن حتى عن الموضوع. ف يعني كمية المحبة لهذا الأخ يعني عن جد مش طبيعية. واحد كان حابب يشوف السيت أب والغرفة اللي قاعد فيها، فهذا هو السيت أب يا إخوان مثل ما شايفين قدامكم يعني حفرجيكم من زاوية ثانية، هذا هو السيت أب اللي قاعد فيها، إذا بدي فرجيكم الغرفة يا إخوان جرصة، لأنه هيدي مش غرفتي ولا غرفة جيمنج ولا غرفة خارج أصلاً تقعد فيها، لأنه يا إخوان هيدي غرفة مون يا معلم، فإذا بنروح لهون بتشوفوا حتشوفوا بندورة، بطاطا، كل شيء يا معلم لذات مثلاً عندك هون كمبيوتر القدايم اللي معش استعمله صوبة يو بي اس كرتين لقطين شو بدك يعني حابب تشوف في تلفزيون هون منزوع ف يعني حتى هون ليكو في مليون شغله يا اخوان وحرطيق ودني حتى اذا بدكم في منشار بنزين هون فيا اخوان باختصار يعني بعد حاليا يعني ما في سيوله خارج اني اعمل غرفه جيمنج بس فيها واخذ راحتي فيها فعيد هاي ما ببصش مباشر يا اخوان يعني حتى شوفوا ما فيش كهرباء وحاطط بطاريات
مثل ما يكون شايفين حاطط بطاريات لحتى يصير في عنا كهرباء، لانه عندنا بلبنان ما فيش كهرباء يا اخوان باختصار يعني. فهذا هو، هاي هي الغرفه تبعي يعني. بشوف هون السيت اب بيقول اوه هذا غني معه مصاري، بس واحد يلف لهناك بشوف الشحار والتعتير. كل المصريات جمعتهم حتى استثمرون بهذا البي سي يا اخوان. وللاشاره نزلت بوست من يومين عم مطلب منكم تحطوا اسئلتكم حتى نعمل فيديو مخصص عن اسئله المتابعين. وهلا بترككم مع رده فعلنا لوصولنا لل 100 الف سبسكرايب. وقتها كنت فاتح بس وفاجئني بي على اللايف ودخل على الغرفه ليبارك لي. فالله يحفظ لكم اهلكم يا اخوان ويطول لهم عمرهم. اي اوه هانت يا جماعه صاروا 20 شدوا يا الله 10 10 1 وين 10 شكله متاخر عندي 82 اوكي رفع المره واحده 90 اها 94 95 96 با 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 او اي بعد وحده وين المفرقه يلا وحده ولا خلصتي وحده بلشنا لعب بلشنا لعب حركات بركة. ايز يا ايز لا اصيدك يا ايز والله مو اني والله العظيم رجعونا على 95 هلا هلا بتنط نطه واحده معلم شوف هلا طلع لي طلع لي ايه زكزكوا فينا يا شباب زكزكوا فينا يلا واش واحد سيم يلا وين بعد وين بقى صاروا 909 معلم صرنا بالثمانينات هلا بعد احنا يمنا البيت متاخر نحن لانه في ديلي اها 93 يلا 94 العب 96 يلا يا الله رجعونا للثلاث يا الله للتسعين لا للثمانين اليوم حابين الشباب ما يوصلوا وصلوا وصلوا 100,000 حيوزع لكم باتل باس بسرعة باتل باس هي مورز هتنزل مورز اب موبايل عن اي لعبة هذا السؤال باتل باس عن اي لعبة راح يوزع لهم اي سيد ورطة انت كان محتواك عن نيو ستيت وين باي باي على نيو ستيت 95 يا معلم 96 يلا 97 97 يلا 99 100 يلا وين ما وصل بلا وصل يا زلمه كيف وصل مبروك الف مبروك الله يبارك فيكم جميعا بس هيك على هالحالة يعني أنا عم بستنى على هالحالة يا برو شو ما كنت معرق باللعبة أكتر واحد نوب يكون فعل هاك وما فيك تلعب ضده شكرا يا معلم فضل لا 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 أحسك مشي صار ركز على البيت العائلة أجلت مارك